السؤال الثاني يقول: هناك مشروع لتربية الأبقار ذات الحليب التي تأكل العلف الذي يحضر لها ولا ترعى بنفسها في الخلاء، فهل عليها زكاة أم أن الزكاة فقط فيما يحصل من الأرباح سنوية؟ وإذا كان عليها زكاة فكم عددها؟ الأبقار التي تتخذ للإنتاج وينفق عليها وتعلف غالب السنة ليس فيها زكاة في نفسها، لأن الزكاة إنما تجب في السائمة، والسائمة هي التي ترعى الحول أو أكثر من المباح. نعم. أما التي تعلف أكثر الحول فهذه لا زكاة فيها في أصلها، ولكن إذا حصل من غلتها على مال يبلغ النصاب فأكثر فإنه يزكي ذلك بإخراج ربع العشر، إخراج ربع العشر من غلتها. نعم. أو إذا باعها وحال الحول على ثمنها فإنه يزكي بإخراج ربع العشر منه. نعم. أو كانت للإتجار فهل تعتبر عروض تجارة في هذه الحالة؟ إذا كان يربيها ويبيع منها فهذه نعم. عروض تجارة. عروض تجارة. عروض تجارة. نعم. يقدر قيمتها ويزكيها على رأس كل حول. ما باع منها يزكي قيمته إذا حال عليها الحول، وما بقي منها فإنه عند رأس تمام الحول عليه يقومه، أو تمام الحول على رأس المال الذي اشتراها به. إذا تم لها حول بناء على رأس المال الذي اشتراها به فإنه يزكيها بإخراج ربع العشر من قيمتها التي تساويها. نعم. قيمتها التي تساويها آنذاك، وليس الاعتبار بقيمتها التي اشتراها به في وقت الزكاة. القيمة التي تساويها في وقت الزكاة، وقت الإخراج، في وقت تمام الحول. وقت تمام الحول. نعم. يقومها في هذا الوقت بما تساوي ويخرج ربع العشر القيمة المقدرة. نعم. نعم.